خليه في البدايه طبعا اتكلم معاك عن تاهل المنتخب الاولمبي تحت 23 سنه. خليني اقول لك ان احنا في البدايه لما كانت المباريات قدام النيجر احنا كنا شفنا اداء كبير الحقيقه، كنا خايفين شويه من فكره اهدار الفرص وكنا بنقول في سوء حظ شويه للمنتخب، لكن الحقيقه بعد كده كل مباراه عن مباراه الاداء كان بيبهرنا وكان بيطمنا اكتر. كلمنا عن رحله المنتخب الاولمبي. يمكن احنا بعد مباراه النيجر الناس كلها كانت متخوفه، انما احنا كجهاز فني قعدنا ودرسنا المباراه بشكل كويس وحللناها بشكل كويس، لقينا ان احنا الولاد قدروا كل اللي احنا طالبينه منهم. كان بس في سوء توفيق في احراز الهدف او في الفينشنج بتاعنا، انما في الاخر وصلنا بشكل كبير، وصلنا من على الاطراف، وصلنا من العمق، وصلنا بكل الجمل التكتيكيه والجمل الخططيه اللي مرناها عليهم. فاعتقد ان ما كانش عندنا التخوف، كنا يعني واثقين فيه، واثقين ومتوسمين ان احنا بالمباراه اللي بعديها مباراه مالي هنأدي بشكل كويس وهنكسب وهنبدا نتاهل والبلان بتاعتنا زي ما احنا رسمينها يعني. وده اللي حصل فعلا في مباراه مالي، كان في تركيز شديد جدا لان مالي كانت كسبانه الماتش الاولاني بتاعها، وفرقه كبيره جدا وفرقه كويسه جدا، ويمكن قبل البطوله مطلعه السنغال، فيعني فرقه كان ليها احترامها، انما قدرنا ان احنا نكسبها 1-0 وعملنا مباراه كبيره جدا. ومن ثم بعد كده بقى بدانا نتدرج لغايه ما تاهلنا كاول مجموعه زي ما احنا كنا حاطين برده في الخطه بتاعتنا، بحيث ان احنا نبعد عن المغرب، مش عايزين نلاقي او نتلاقى مع المغرب في السيمي فاينل، وده اللي حصل فعلا. وبعد كده لعبنا الفاينل بقى مع المغرب، انما كنا خلاص حققنا الهدف الاساسي بتاعنا وهو التاهل. الهدف الثاني كان ان احنا نحصل على البطوله، يمكن كان نفسي انا كمان كمجد شخصي ليه احرز فيها الكاس، انما الحمد لله رب العالمين ربنا يعني قدر. وسيناريوهات مباريات المغرب دايما بنبقى عارفينها، لما بتبقى كمان في المغرب عصرتها وعشرتها مع النادي الاهلي وعشرتها مع منتخبات مصر بمختلف اعمارها، فالحمد لله رب العالمين. والحقيقه يمكن كمان المنتخب رغم ان هم كانوا 10 لاعبين فقط، لكن احنا بجد تماسك اللعيبه ما حسسناش ابدا انه في حاجه ناقصه، بالعكس كان في سينكرونايزيشن او كان في تناغم بين اللعيبه كان هايل. ويمكن دي كانت تبقى من ضمن الافات اللي احنا بتبقى عندنا حتى يمكن في الفرق الدرجه الاولى، عندنا مشكله في فكره تناغم اللعيبه مع بعض. بصي، هو دايما بيقولوا على الشعب المصري بيبان في الازمات وبيبان معدن الشعب، فاحنا جزء من الشعب كلعيبه كوره، فلما بقينا 10 عارفه حصل تكاتف كده وزي ما بتقول انت تناغم، انما حصل ان اللعيبه يعني واحنا كجهاز من بره بدانا نتكلم ان احنا لازم نبقى مترابطين اكتر، نقرب من بعض بشكل اكبر، الروح القتاليه زادت بشكل كبير جدا، ويمكن ده اللي الناس احترمته في الاخر. يعني الناس بغض النظر عن النتيجه ان انت اتغلبتي، انما في الاخر الناس احترمت الاداء واحترمت الروح واحترمت فكره ان في ناس 10 لعيبه ناقصين واحد بيأدوا بالروح القتاليه دي. بقت مهمه وطنيه اكتر من ان هي تنافس رياضي. طب في لحظه خفت فيها كابتن شيتس؟ في حته في وقت كده حسيت انه انا لا انا قلقان دلوقتي؟ لما بدانا في الاكسترا تايم، لان وانت بتلعبي 10 والضغط العصبي اللي عليكي والضغط بتاع الحكم وضغط الجمهور وضغط اللعيبه الزياده واحد، بدات احس ان احنا مش هنقدر نستحمل اكتر من كده، لان الموضوع اكيد هيبقى فيه تدخلات، وقد كان فيه تدخل من الفار ربنا يكرمهم وخسرنا المباراه يعني. لا بس كان الاداء في الحقيقي كان جيد جدا.